كشف الدكتور ممدوح الضماطي وزير الأثار عن استرجاع قطع أثرية عراقية تم الاستيلاء عليها عبر الموانئ المصرية. وخلال مشاركته في المؤتمر الدولي لحماية الأثار قال الضماطي إن مصر لا تسمح بخروج أثار مهربة من الدول المجاورة عبر حدودها، كما أبدى استعداد القاهرة للمساعدة في ترميم أثار الدول الأخرى. وخلال المؤتمر الذي حضرته إيرينا بوكوفا مدير منظمة اليونسكو، دعا الضماطي إلى إعادة النظر في قرار المنظمة والخاص ببيع الأثار، بحيث تصدر شهادة بيع الأثر من بلد المنشأ لمنع التهريب. هو تعدي ومحاولة لطمس الهوية. الوضع ده جعل أن يكون هناك لابد من وجود رؤية، فبدأ باتفاق مع التحالف الدولي لحماية الآثار، وزارة الخارجية، معهد الشرق الأوسط، وأيضا اليونسكو. فنجد هذا الزخم اللي وافق عليه او شارك فيه 10 دول عربية، منهم مصر طبعا، وبتمثيل مرتفع، تمثيل متميز، بيوري مدى الاهتمام واستشعار الخطر. لبنان يأخذ كامل الإجراءات لمكافحة التهريب التي للمقتنيات الأثرية التي تنهب في العراق وسوريا وتهرب عبر بعض الدول ومنها لبنان، وقد صادرنا الكثير منها. وقد لاحظنا أن التهريب والسرقة يطالان أيضا المنتجات التراثية وليس فقط الأثرية. المعالم الأثرية في ليبيا يعني نحن نشعر بخطر حقيقي أنها قد تستهدف. يعني إلى الآن الحضارة يعني ما قبل الإسلام لم يتم استهدافها. الحضارة الإسلامية هناك بعض التجاوزات خاصة على الأضرحة والمقامات الدينية تم استهدافها من قبل الميليشيات المتطرفة، وخسرنا بعض المكونات يعني التاريخية للحضارة الإسلامية. ولكن بصورة عامة الأماكن اللي هي حساسة ومهمة أو لا تعوض، الوضع يعني جيد وتحت السيطرة يعني. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا الآن مراسلتنا هبة الليثي. إليك هبة. ما زال مؤتمر الممتلكات الثقافية تحت التهديد، تناقض جلساته، وانتهت منذ قليل الجلسة الأولى التي كان فيها عدد من الوزراء الدول المشاركة في هذا المؤتمر. قبل الحديث عن المؤتمر يسعدنا أن يكون معنا وزير السياحة والآثار العراقي، يعني العراقي. يا فندم برحب بحضرتك معنا في البداية. العراق وسوريا تحديدا من أهم البلدان في هذا المؤتمر، خاصة للتهديدات التي تواجهها الآثار المتواجدة فيها. يعني أهم ما جاء في هذه الجلسة. شكرا جزيلا. يعني هذه المؤتمر تحت عنوان الممتلكات الثقافية تحت التهديد والأضرار الاقتصادية والثقافية والأمنية، ويأتي بالتنسيق بين وزارة الآثار والخارجية المصرية مع التحالف الدولي لحماية الآثار ومعهد الشرق الأوسط. العراق يحضر من ضمن الدول الشقيقة، وأعتقد وجودنا مهم، والمؤتمر بحد ذاته مهم، لأن نمشي باتجاه نضع استراتيجية شامل لمواجهة هذا التهديد. وأعتقد التهديد اختلف عن ما كان سابقا. كان سابقا هناك تجار ومهربين يختبؤون ويختفون نتيجة القوانين الوطنية والإقليمية والدولية. اليوم تطور الوضع في العراق وفي سوريا وفي ليبيا في أماكن عديدة، أنه هذه المجاميع أصبحت مجاميع ذات كيانات تمتلك سلاح وتمتلك أرض وتمتلك تمويل، وبالتالي لابد أن الجميع أن يستشعر هذا الخطر وأن نقف بمواجهة هذا الخطر. لم يعد هو شخص نحاربه من الناحية القانونية مهرب أو تاجر، وإنما اليوم إحنا أمام كيانات تدعي أن لها دولة، وهذه الكيانات يعني تدعي أيضا بمسميات شرعية أو مسميات دينية. وأنا أعتقد هذه الكيانات هي لا تنتمي لا لديانة ولا لمذهب ولا لمكون، وإنما تنتمي للجريمة فقط، لأنها تودد الجميع، ووجودنا جميعا مهدد بالخطر. وأنا أعتقد العالم عليه جميعا أن يتحد، وإلا سنجد نفسنا في يوم ما أمام فوضى عارمة كما هي الفوضى الموجودة الآن، لأن هذه المجاميع لا تعترف بحدود ولا تعترف بتاريخ، تقتل الناس وتحاكم الناس قبل 1000 عام وتقتلهم أيضا، تقتل الحضارة. ولذلك وجودنا اليوم مهم وضروري في هذا المكان، وشركائنا الدوليين مهمين. العالم بدأ يستشعر هذا الخطر. في العراق نواجه هذا الخطر على الأرض ونسجل انتصارات عليه. وأيضا باتجاه آخر، هنا قرارات دولية صدرت بالتنسيق مع اليونسكو، وأهم القرار 2199 في شباط 2015. هذا القرار أهميته من كونه أنه يجرم من يتعامل بالآثار، ويضع تحت طائلة البند السابع كل من يخرق هذا
القانون. حدثنا يا فندم عن العراق تحديدا، يعني اتلاف الاثار الموجوده فيها من قبل تنظيم الدوله الاسلاميه وما الى ذلك، وتهريب الاثار عبر الحدود، يعني كيف ستواجه العراق تحديدا ما يحدث فيه؟ يعني كما قلت مسارين، مسار اولا يجب ان نهزم هذه المجاميع، هذه المجاميع مسلحه وتعلن عن نفسها وتستولي على ارض وبترول واثار، وبالتالي لا بد من هزيمتهم ومواجهتهم. في العراق اليوم يواجههم على الأرض، وهناك تحالف دولي، نتمنى من هذا التحالف الدولي يكون أكثر فعالية، لأنه بدون هزيمة هذه المجاميع ستكون كل قراراتنا لا قيمة لها، هم يتحدون القرار الدولي في كل يوم. وجانب آخر هو أن نفعل القرارات الدولية التي تم اتخاذها في مجلس الأمن، وكما قلت القرار الأخير كان قرار مهم. أنا أعتقد إذا صارت الصورة واضحة عندنا أنه هذه مجاميع مسلحة يجب أن نهزمها ونحصن نفسنا بقرارة والية الدولية، سنكون في مأمن، وإلا سيكون الجميع مهدد. حضرتك جدا على تواجدك معنا، يعني جلسات المؤتمر ما زالت مستمرة اليوم وأيضا غدا، من المنتظر غدا أن يشرفنا رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب هنا في هذا المؤتمر لإلقاء الكلمة الختامية، يعني سنتابع الجلسات اليوم وغدا على شاشة النهار اليوم. عودة إلى الاستوديو بإذن الله. شكرا جزيلا للزميلة هبة الليثي، وبالتأكيد شكرا لضيفها الكريم. وختاما مشاهدينا الكرام، هذه تذكرة بأبرز العناوين. السيسي يؤكد الدولة تعمل ضد الإرهاب والفساد. كمان بنعدل التشريعات والقوانين اللي تسهل وتصوب أداء الأجهزة ومكافحة الفساد. وزيرا الدفاع والداخلية تفقدان عناصر الجيش والشرطة بسيناء. ميليشيات الحوثي تخرق الهدنة بعد ساعات من سريانها. وللمزيد من المتابعة لأخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت www.annahallive.net. كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. شكرا لكم وإلى اللقاء.